القادم شاعر إعلامي ومربي أجيال الشاعر فالح عايض سميري يلقيها نيابة عن الشاعر جبر أبو هشام فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني الحقيقة إني ألقي قصيدة الشاعر الإعلامي الأستاذ فالح بن حايل السميري أبو عمر. السميري يوم الغنى في كلامه هيدي يا الورد من قامة جبلها من ديارها للمكارم وشهامها ديرة الخشمان ما واحد جهلها. السميري يوم غنى في كلامه في ديار الورد من قمة جبلها من ديار أهل الكرم والمكارم والشهامة دير الخشمان ما واحد يهلها من شموخ جبالها فيهم علامة والمنازل طيبها من طيب أهلها كسبهم من مجدها ذروة سلامة راس قمة كل خشمان نزلها لا لفاهم ضيف يبشر بالكرامة النبا والعود محطة تجزلها والعظوم مداتهم فيها دعامة طيبة المدة مثل مجنادة نخلها ولا تكون الحمل هامة فوق هامة لو يزيد الحمل ما يظهر جمالها ومن زمنهم ما تجيه إلا السلامة ومن عداهم ما اكتسب إلا فشلها حطة البيض وهم رأس العدامة جيل 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 معاصرها والآخر نقلها وكان عادة فتة الرأي ونظامة متعب من خار خشماني فدلها يا سلام الله على الحفل ومقامه عد ما ينبت جبلها مع سهلها من ضميري مثل هتان الغمامه لا احترق هتانها نبلت نبلها. السلام عليكم ورحمه الله.